السلام عليكم، شكرا البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه وسلامه ومهنيين في حياتكم، وان شاء الله يا ربي يمد لكم قد قلوبكم راكم تشجعوا فيا وتمدوا لي على يعني على قدر الجهد تاعي. ربي يحفظكم ويخليكم ليا. اليوم لا فيديو تاع نهار اليوم درتها لكم. شوفوا البنات، حبيت نجاوب على الاسئله اللي كانت جاتني من قبل في الفيديو اللي قبل هذه. كنت حطيت الدرا، قلت لكم فوالا انا اللي خيطت هذاك الموديل تاع التروك. جا الصراحه ما شاء الله، جا تحفه. قلت لكم انا اللي خيطته، كنتوا تقولوا لي بارطاجي معنا امورات كنت خيطتيهم، ميم قلتوا لي علمينا الخياطه. البنات اذا كنتوا حابيني اني نعلمكم الخياطه ممكن، حتى مشكل مكانش واحد زاد متعلم. واكيد اي واحد يبقى العلم ربي راح يلجمه بلي جام يوم القيامه، راح ربي هذاك العلم نتاعو قد ما تعلم قد ما ربي راح يحاسبه عليه ما علمش الناس عليه. وانا حبيت كل مره نوريكم نوع تاع الدرا كنت انا خيطته خياطتي هذه. البنات ما نشح ننكر ولا نقول لكم مانيش انا اللي خيطتها ولا كنت طلبتوا مني ثاني، قلتوا لي علمينا الخياطه. البنات ما نشح نبخل لكم، راح نعلم خيط ان شاء الله بلي زيتاب، اي حاجه تحبوها نعلمها لكم ان شاء الله. بشرط البنات حاولوا انكم تبارطاجيو لاشين تاعي، انا تطلع ولو اني مثلا نطلع مستوى 50K والله راح البنات راح نعلمكم اي حاجه تحبوها، مثلا الخياطه، انواع الخياطه، انواع لي غوب دانتيغيور، اي حاجه تحبوها راح نعلمها لكم ان شاء الله، مي ا كونديسيون انكم توصلوني ل 50K. اكيد راح تقولوا لي هذه صعيبه وشرطك صعيب ولا البنات ما هو صعيب ما والو. اي وحده عندها مثلا خواتاتها لي زامي تاعها، ما كانش انا دوكا في وقت يعني صحابات كامل تلقاهم في الفيسبوك، لا فامي كامل تلقاهم في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا مانيش عارفه لي سوشيال ميديا كامل. بارطاجيو لاشين تاعي بيناتكم، راح تكبر العائله تاعنا وراح نوصلوا بربي ان شاء الله. انا راح يعني نتشجع كل مره نشوفكم، نشوف مثلا اللي في طلعوا لي، نشوف لي كومونتير بزاف، نشوف هك راح انا نتحمس اكثر وراح نحط لكم كل شيء. من هذا المنظر البنات راه عندي واحد الموديل تاع لوندو، الفرش تاع البيبي هذاك تاع ترك موديل ولا اروع. يعني البنات لو كان تشوفوه مش راح تامنوا كامل، موديل هايل هايل. راح نخيطو ان شاء الله. اذا طلعتوا لاشين تاعي وكنتوا يعني قد الاوفياء قد يعني كنتوا في المستوى، راح اكيد راح نبارطاجي مع خواتاتي ونوريكم كامل، ندير لكم فيديو بلي زيتاب كامل، راح نوريه لكم من بدايه من لي شيل كتان حتى جهز كامل. البنات انا نتمنى انكم تدعموني وتوصلوني ان شاء الله، هذا يعني طلب منكم، ان شاء الله تكون يعني بادرة خير بيناتنا ان شاء الله. واكيد راح نبارطاجي معكم البنات اي حاجه راح نحطها. المخاد هذوك تاع الترك راه وعد مني اني نحطه لكم البنات اون فوا نوصل ل 50K، يعني بارطاجيو بيناتكم برك، يعني كل وحده تمثل خوتها تمثل صاحبتها، اي وحده يعني تعرفيها وكامل مدي لها لاشين تاعي وتتفرج، يعني تكون لك ابوني عندي. وهذه هي ان شاء الله نكون خفيفه عليكم وان شاء الله نكون فدتكم. وهنا البنات انا جاوبتكم على الاسئله اللي كنتوا طرحتوها عليا، راح نعلمكم ان شاء الله المخده هذيك تاع التراك، راح نحط لكم اللوندو تاع التراك ثاني، وهذيك السله اللي تكون تاع البيبي ثاني راح نخدمها ان شاء الله، حتى نديرها لكم في الفيديو بشرط انكم توصلوني ال 50K او اكثر ان شاء الله يا رب. انا راني متكله عليكم البنات، انتم راكم الله يبارك في حالاتكم ما شاء الله عليكم، ربي يمدلكم قد قلوبكم ان شاء الله، وعاونوا خيتكم ما كاينش ماكم شحين يعني تخسروا حاجه ولا. ابوني برك لاشين واكيد تفعلوا الجرس. هذه هي، انا نخليكم دركا ومع السلامه.